مرحبا، اليوم حلقتنا رح تكون عن شخصية. هالشخصية اسمها تيما، بس مش تيما الموسيقية ولا دوري مي فا سولا سي، إنما تيما خيزران. تيما عندها شغف وحب كتير كبير للحياة، وأحب على قلبها الحوار مع شخصيات من مختلف المجالات، يعني باختصار مع الفيلسوف فيلسوفي، مع السياسة سياسية، مع الشاعر شاعرة، ومع الفنان فنانة. هيدي هي تيما. كمان عندها حب الحكاية مع الشاشة، تحكي مع الجمهور كل يوم صبح الظهر وعشية، بس ما سألتوني كيف؟ خلال المراية. وإذا حبيتوا تتأكدوا ما قلكن إلا تزوروا مكتبة وتشوفوا عمود بنص المكتب بأربع مرايات. تيما عندها خبريات ونهفات كتار. مرة كانت معزومة على افتتاحية محل مع أصحابها، وكان عم يلعب البريكوشنست روني براك، وكانت هي من بين الجمهور، وفجأة تختفي تيما وأصحابها بيصيروا يدوروا عليها شمال ويمين، وبيبروا من المحل وما بيلاقوها، وبيطلعوا دغري بلقوت عم شقت على المسرح، خطفت الطبلة من ايد روني براك وبلشت تدق على الطبلة، وخدوا لكم على هيس. هاي الخبرية مزبوطة، ولتتأكدوا تاني نهار كل المجلات موندانيتي ليالينا ونون نزلوها على الصفحة الأولى. هلأ خبريات تيما إلى أول وما إلى آخر، منشان هيك لازم أنتوا تتعرفوا عليها شخصياً، لأنه في شيء بانتظاركم. أولا، هلو، مرحبا. بحب أعرفكن عن حالي. أنا قوس القزح، عندي عدة أشكال ألوان وشخصيات. أقولكن أنا مجنونة؟ من صغري بحب غني والموسيقى على أنواعها، وكمان الرقص الشرقي والغربي. أقولكن أنا مجنونة؟ بحب كتابة الشعر، الأغاني والسيناريوز، وكمان الإخراج السينمائي المسرحي والوثائقي. أقولكن أنا مجنونة؟ إذا سألتوني حبك لكل هالفنون شو عملتي فيه؟ بلكن مثلت بفيديو كليبس وأفلام قصيرة سينمائية بين لبنان ولندن، وبهالبلدين درست الإخراج السينمائي المسرحي والوثائقي، وخلال هالفترة أخرجت عدة أفلام سينمائية وثائقية ومسرحية. اشتركت باستوديو الفن عن فئة الأغنية الجديدة وغنيت. دخلت عالم الجمال وفزت بلقب ملكة جمال ميس تي في انترناشنال لعام 2007، وكمان مثلت بفيلم ونلت جائزة ستودنت سيلبريتي أوردز عام 2010. هلا بشرفكن مني مجنونة؟ بيقولوا الفنون جنون، وفنوني صار فن التقديم، منشان هيك لازم تكتشفوني، ولما تكتشفوني رح تحبوني. أول شي شوي، وبعد شوي كتير، وبعد شوي كتير كتير كتير. واسمي تيما خيزران، تيما المجنونة.